السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مفرح ان شاء الله لجميع الاخوات اللي كيشوفوا القناه ديالي، جميع السيدات اللي فاقدين الامل. بطبيعه الحال ان هذه السيده هذه يعني مرات من صعوبه كبيره في انها ترجع الدوره ديالها بالادويه، يعني ما رجعت ليهاش بالمره. دورتها الشهريه كانت منقطعه سنه كامله، يعني مده طويله سنه كامله، يعني راه السيده كانت قريبه من سن الياس، يعني كانت غادي تنقطع لها الدوره وما غاديش تعاود ترجع لها لولا انها جربت هذه الوصفه هذه لاسترجاع الحيض. بطبيعه الحال ان هذا الخبر هذا مفرح، وبالفعل يعني بمجرد ما رجعت لها الدوره الشهريه انتظمت معها وحصل عندها الحمل بشكل طبيعي ما شاء الله. يعني وصفه واحده ممكن ترجعي بها الدوره ديالك حتى لو انقطعت لمده طويله. السيدات اللي مازال غادي يعني مازال ما جاهمش سن الياس وقربوا من سن الياس وبقات الدوره ديالهم متاخره، يعني ما كتنزلش بالاشهر، يجربوا هذه الوصفه هذه لان فعلا ممكن وصفه واحده ترجعي بها الدوره ديالك، تنشطي التبويض، تخلي البويضات يكبروا في الحجم ديالهم. وسبحان الله ربي راه المعجزات ديالو كبيره وعظيمه، يعني ما تستهنوش بهذا الامر هذا. راه ربي اذا قال للشيء كن فيكون، اذا حاولوا انكم تشبتوا بالامل، ديروا اليقين ديالكم في الله وخليوا الامور تمشي طبيعيه كيف ما بغاها لكم الله، واكيد ان الفرج قريب ان شاء الله. ديروا بالاسباب، توكلوا على الله. اكيد ان كل اخت كتشوف هذا الفيديو هذا نبغي منك تمشي تقربي لله، تحاولي انك تطلبي الله في الدعاء ديالك في الصلاه ديالك. حاولوا انكم تكثروا من الدعاء والاستغفار، كثروا من الصلاه بنيه الفرج وبنيه كذلك تحقيق جميع الامنيات ان شاء الله. وكذلك حاولوا انكم تصدقوا بنية الحمل أهم حاجة. بطبيعة الحال ما تنسوش يعني هاد الأشهر المباركة، الشهر الفضيل، حاولوا أنكم تكتروا من الدعوات، وإن شاء الله ربي ما غيخيب حتى شي وحدة فيكم وغادي يرزقها بالمراد ديالها وغيعطيكم الذرية الصالحة. ما تنسوش راسكم يعني من الوصفات، ولو أن شهر رمضان المبارك حاولوا أنكم ديروا الوصفات ديالكم في الليل، يعني راه كاين أوقات معينة غنحاول أنني نطرق لها في الفيديوهات القادمه باش تكملوا الوصفات ديالكم. يعني ما تفشلوش وما تحبطوش وكملوا في المشوار ديالكم في مسيره البحث عن الحمل. وجميع السيدات اللي عندهم مشاكل سواء تكيسات سواء يعني زياده الوزن عفوا، يستغلوا هذا الشهر الفضيل في نقصان الوزن، في اكل صحي، يعني ابتعدوا على الوجبات اللي كتكون غير صحيه، المعجنات، يعني الاشياء اللي كنشوفوها في طاوله الافطار بعدوا عليها. حاولوا انكم الا تشهيتي وشي حاجه كلوها بالقياس، يعني ما تكثروش من ذوك الاشياء اللي ممكن انها تخربق لكم الهرمونات ديالكم. بطبيعه الحال راه كاين اكل صحي وبسيط وممكن يشبعكم وممكن انكم تستافدوا منه وتستغلوا داك الشهر ديال الصيام في تصفيه الجسم من السموم، في نقصان الوزن، في اكل صحي وفي العباده. يعني كاين اشياء اخرى، ماشي ضروري انكم يعني تملؤوا المائده ديال الافطار بكل ما هو غير صحي، يعني هذا الامر هذا خاطئ ونحاول انني ناكد عليكم، لان فعلا مجموعه من السيدات كيتنساو راسهم وكيحاولوا انهم يملؤوا داك المائده ديال الافطار، كيبقاو ما كيحسوا براسهم حتى كيكونوا كلاو بزاف وهما ما محتاجينش داك الكميه. يعني راه الكميه راه ممكن تاثر لك على الصحه ديالك، وممكن لا قدر الله في داك الشهر يعني تكسبي الوزن الزائد وتكسبي يعني دهون زائده، وكذلك تاثري على الخصوبه ديالك وعلى الاباضه ديالك. بطبيعه الحال هاد الاخت هذه خبر مفرح لها، لانها رجعت الدوره ديالها واكتشفت انها حامل، ما جاتهاش الدوره اللي من موراها. سبحان الله، دوره واحده بعد سنه كامله من الانقطاع وحصل بها الحمل. خاصكم تعرفوا بان راه كاين سيدات كتجيهم دورات شهريه منتظمه مضبوطه كل شهر وما كيحصلش معاهم الحمل، نظرا لان ربي يعني المشيئه ديالو الامر مازال ما حانش. اكيد ان
هاد السيده هادي خير دليل بان ربي ملي كيبغي شي حاجه كن فيكون. دوره واحده، بويضه واحده في تلك الدوره استطاعت تحمل بها، وبطبيعه الحال كان الحمل ديالها غادي بشكل جيد، شافته بالسونار، سبحان الله. يعني ما تقولوش الامر مستحيل. اذا الوصفه اللي تبعتها هاد الاخت هادي راه وصفه بسيطه ومعروفه جدا. الوصفه هي عباره عن وضع القليل من اوراق البقدونس المعدنوس او البقدونس في ماء مغلى، والانتظار لمده 10 دقائق حتى يتشرب الماء اوراق البقدونس جيدا، وغتشربي منه لمده 3 مرات يوميا. سأكرر مقادير الوصفة البسيطة إن شاء الله: وضع القليل من أوراق البقدونس في ماء مغلى، الانتظار لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الماء الأوراق ديال المعدنوس أو البقدونس جيدا، شرب كأس منه لمدة 3 مرات يوميا. كاين هاد الطريقة هذه لاستعمال الأوراق ديال البقدونس أو المعدنوس، ممكن تستخدمها بطريقة أخرى اللي سبق لي وحطتها في القناة، هي طريقة نافعة إن شاء الله، اللي هي كتاخدي بعض الاوراق ديال البقدونس كتضيفي لهم تفاحه واحده، يعني كيكون عصير، كتضيفي له يعني واحد المقدار ديال الماء اللي هو كاس غير مملوء من الماء، ومن بعد يعني كتحاولي انك او كتضيفي له كوب من الماء باش ما يجيكش يعني ثقيل، يعني كتخلطي الماء على حسب باش يجيك مشروب. بطبيعه الحال من بعد كتناولي هذاك المشروب حتى هو 3 مرات يوميا، وكترجع لك الدورة. سبحان الله، يعني هاد الأوراق هادو فيهم الفوائد العظيمة جدا، ممكن ترجع بهم الدورة ديالك، وممكن تديريها بالطريقة الأولى اللي قامت بها الأخت، وممكن بالفعل ترجع بها الدورة. يعني ما تستهنوش بالوصفات، طبقوهم كيف ما كنقول لكم في هاد الفيديوهات، وديروا بالأوقات المعينة باش الطريقة يعني تنجح معكم وتكون وصفات ناجحة إن شاء الله. إذا هذه هي الطريقة الأولى. بالنسبة للطريقة الثانية، كانت كتاخذ ملعقة من اليانسون كتضيفها إلى كوب من الماء المغلى، كتشربوا يوميا قبيلة يعني نزول الدورة. يعني السيدات اللي عندهم دورات غير منتظمة وبغيتي تنزلوا الدورة ديالكم في الوقت، فكتاخذوا اليانسون كيف ما قلت لكم كوب من الماء المغلى، كتضيفي له ملعقة من اليانسون كتشربيه يوميا، ممكن تحليه بالعسل الطبيعي، غيكون إن شاء الله مشروب رائع جدا لتنزيل الدورات المتأخرة. بالنسبة للوصفة الأولى، ممكن تدومي عليها حتى نزول الدورة، يعني ما غاديش تضرك، بالعكس غتفيدك. كل ما قدرتي أنك تشربي داك المشروب غيكون رائع جدا. الوصفة الثانية كذلك، يعني سواء السيدات اللي باغين الدورة ديالهم تنزل في الوقت، أو السيدات اللي عندهم انقطاع لمدة طويلة في الدورة، يجربوا هذوك الوصفات اللي ذكرت، ممكن ديريهم مع بعضياتهم يعني في نفس الشهر، وإن شاء الله تلقاي عليهم النتائج المرضية. اكيد انه كاين مجموعه من الوصفات الاخرى اللي غنطرق لها في القناه لاسترجاع الحيض، وناجحه ان شاء الله، يعني بتجارب مجموعه من السيدات كيتواصلوا معايا كانوا فاقدين الامل في الدوره ديالهم ورجعت لهم ما شاء الله. بطبيعه الحال ضروري تحرصي على تناول الاطعمه اللي كتحتوي على فيتامين سي، لان له دور كبير في المساعده على انتاج هرمون الاستروجين اللي كيعمل على بناء بطانة الرحم، وبالتالي كيساهم في إنزال الدورة الشهرية. البرتقال غني عن التعريف، فيتامين سي، الكيوي، الحمضيات بشكل عام. بطبيعة الحال القرفة، حاولي أنك تضيفيها رشة قرفة في الأكل ديالك، سواء في الفواكه سواء في الأكل ديالك، غتكون إن شاء الله منظمة لجميع الهرمونات اللي كتكون فيها مشكل. يعني مجموعة من الأشياء ممكن تقومي بها وبالفعل تساهمي في استرجاع الحيض، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية، حاولي أنك تكوني نشيطة في المنزل ديالك، حاولي أنك ما تبقيش غير ناعسة، نشط الدورة الدموية سواء بحركات قومي بها في المنزل أو رياضة المشي. يعني مجموعة من الأشياء ممكن تقوموا بها وبالفعل تساهمي في تنشيط الدورة الدموية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك، وكذلك اشتراك في القناة إلا كنتي زائرة جديدة معايا في هذه القناة وشتي الفيديوهات وعجبك المحتوى. ما تردديش أنك تشتركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش ديما توصلي بجديد القناة. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.